شو صاحبك؟ شايف الشعر ده؟ خلي لك شعرك انعم مني، بس على شرط، على شرط تسلم التركيبه الجميله بتاعتنا، واحنا بنحطها بقى. انا عايز اعمل حاجه بسيطه جدا كده، تمام؟ خليكم معايا. هات ايدك كده يا اسطى، خد حته صغيره، خد حته يا اسطى، باين اللي انت واخد حته، يعني بلاش قله ادب يعني. ادعك كده في ايدك كويس، ايوه، خليها بقى لحد ما نخلص الفيلم، تمام؟ هيجي واحد ملوش اي ستين لازمه عم بطوط، هنقول له ممكن اي حد يحط اي حاجه. خليك في حالك يا حبيبي، تمام؟ الراجل ده جاي من اخر الدنيا، تمام؟ ايوه فتله، خدها فتله، تعالى صحيح. كيف كتب كام؟ جدع فتله. فين؟ نوعيه الشعر زي الزفت والقطران والخرا. الشعر مستحيل يمشي فيه مشط، والله يا جدعان الشعر مستحيل يمشي فيه مشط. بصوا الكلام عامل ازاي؟ الشعرايه شدناها طول، ما شاء الله تقريبا كان جعان فكل حته من شعر من قدام، بس احنا هنظبط الكلام ده كله. قرب كده فروه الراس، بص الدنيا عامله ازاي يا عم بطوط، كلام خلصان. ايه ده كان عليها التركيبه فين؟ اهي لسه على ايده، ايده ما اتحرقتش، ما حصلش فيها اي حاجه، يبقى بالتالي التركيبه ما فيهاش اي مواد كيماويه. وهنعمل لكم اختبار دلوقتي بتاع الفوطه القط، ركز معانا، كلام خلصان يا عم بطوط. فوطه مبلوله اهي، بص بص ركز كده، هات كده، بص بص فوطه مبلوله اهي، اهي عشان ما حدش يقول لك الفوطه مش مبلوله. بص قلب اخوك انسحب شعرها حلوه كده، تمام؟ خلي دي هنا برضه عشان ممكن نحتاج المشط ده كده، خليه هنا. ايوه دماغك عامله من شبه الصليبيين. بص تمسك كده خصله، واحد اثنين ثلاثة، بس احنا التركيبة طلع فيها اهي. بص الكلام عامل ازاي، ادي واحد اثنين. بص الشعرية، بص الفرق في الشعرية، طبيعية. ها الشعرية طبيعية، مفيش واحد يقول لي ديت مشططة دي فيها فرد. اقول لك على حاجة يا صاحبي، احنا كنا بنعمل كده، وده فردي بتاع زمان. اللي عنده من ده كداب، اللي عنده من ده كداب. والله عمو اصحابي كانوا بيقعدوا يتريقوا عليا، ويقعد يقول لك شعرك مش عارف ايه، كان شعري خشن، كان شعري اصلا ما بيمشيش فيه مش، كل ما اروح لحد يقعد يقول لي شعرك مش خلاص 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 ما تزعلش، شعرك ده هيطلع حرير، شعرك ده هيطلع حرير. ارفع بطه ونجيب واحده بنغسل، ارفع. شايفين تركيبه قعدت على الشعر نص ساعه او ساعه الا ربع في الحدود دي بالظبط، تركيبه على الشعر زي ما هي. شفت شعرك ولا لسه؟ لا لسه مش شفتوه ولا هتشوف. الناس ديت اللي موجوده في الفيديو هي اللي هتشوف شعرك قبليك، تمام؟ وهنوريك شعرك بس ما تتصدمش. يلا بينا عم بطوط نغسل الشعر. ثبت راسك ورا، ثبت راسك ورا، ايوه. استنى الشعر وعملنا كل حاجه. بص الشعريه، بص الشعر ملمسه عامل ازاي، بص الشعر عامل ازاي، تمام؟ هنشف الشعر واوريكم النتيجه عامله ازاي، وشوفوا رد فعل عامل ازاي. خليك معانا، ارفع بطه، تعالى كده. بصوا يا جدعان شعرك كانت نفس الوضع كده، صلى على النبي، غمض عينك كده. شعرك اوف، ده شعرك شعر ناعم حرير، ده شعرك. قول لي رياكشنك بقى. شعري اه احلف والله شعرك ازاي. والله شعرك يا اسطى، والله شعرك. الشعر ده يا شعر شعري يا عم، استنى اهو يا عم، استنى اوريك جايب لك فرشه. في ايه يا عم؟ اهو والله شعرك اهو، اهو اهو يا اسطى، ده شعرك اهو، والحته اللي كانت بايظه قدام بقت بتتسرح اهي. شعرك والله اهو، اهو شعرك اهو. والله بجد يا نهار اسود، ده شعري بقى حرير والله العظيم. شعرك في ايه يا اسطى؟ شعرك اهو. طب سرح كده شعرك، احطه على جنب كده وسرحه. شعرك ده ولا مش شعر؟ شعر. هو ده اللي انت نفسك فيه؟ هو ده؟ اكيد لا مش شعر ده. اهو اهو مش باروكه يا عم. ازاي؟ والله ما باروكه يا اسطى. سبحان الله. تعالى بس تعالى يا عم. انا بكمل من رياكشنك الغريب ده. زي ما انتم شايفين، بص يا اسطى الشعر تحول هو من الشعر ده. قرب كده بطوط من الشعر ده اللي هو حرفيا، بص زي ما انت شايف كده، بص بص المشط، بص المشط مش بالعافيه ازاي، تمام؟ للشعر ده، للشعر ده، بص الشعر، للشعر ده. شايف الدنيا عامله ازاي؟ شايف الفرق؟ انت بامانه الله حتى قال لك ان التركيبه دي فيها فرد والكلام ده، هترد تقول له ايه؟ بامانه رد هنا قول له مفيش الكلام ده. الراجل ده عم مظبوط، مظبوط على الاخر. شعرك كله تمام؟ شعرك كله تمام. اصحابك مش هيتريقوا عليك بعد كده؟ حصل. هتمشي تتنطط عليهم بشعرك؟ حصل. كله تمام؟ كله تمام. اي حد عنده مشكله سيبه في الكومنتات وابعت على الانستا. ارفع بطه.